تنزيدو غرق في غرق معنا اللي بالتمر. وانا المهم دابا الحمد لله الموس اش نقول لك الموس وصل العظم والعظم يمكن غادي نبقاو خرجوا عرياني حيت ما بقى لنا والو صافي. قالوا مول لاسونس يتسال كلشي تيتسال. المواطن اللي غيسافر تا هو مقيوس الله يكون ليه في العون. المواطن تا هو مقيوس فين غادي يسافر هذا المواطن هو مهلوك ديجا. المهم هادشي تنقول انا تنظن يمكن غادي نخرج عريان كما لاحظتوني ما عرفتش. دينا غازوال مهني كما دارت الدول الاوروبيه. الصبريون فرنسا عاونت الناس نقلا ولي السميك ديالهم طالع. كان السميك ديالنا واصل 1,600,000 جوج المليون. حنا السمخين فينا السميك ديالنا ديال 250,000 فرنك كي غادي يديروا توصل ديال المازوت 25,000 فرنك راه لا يعقل. راه بعنا الاملاك ديالنا راه عرفتي شحال من حاجه بعنا. انا شخصيا راه تبعت شحال من حاجه بعت ربعات الكيبان اللي بعت وتسلفنا 100,000,000 خو. هادشي اللي كاين لاقاش تي في هذا الشهر كلشي تيجا راه هذا لا هذا هو الحل هو نخرجوا عرياني. انا كنقول انا غادي ندخل عينها تجوي على حي السوال والله الا قلت غادي حي السوال اللي تيبان لي انا صافي هذا هو الموت صافي صافي تبروكي الله يرحمكم الوالدين. شكرا لك. رئيس جمعيات الحمراء جهه مراكش اسفي. انا نقال كمستمر اش نقول لك عانينا ما فيه الكثير عانينا ما فيه الكثير. 3 شهور ديال كورونا متوقفين عندنا التزامات هزينا كريديات بعنا اللي قدام اللي ورانا وخرجنا من هذه الازمه ديال كورونا. فرحنا قلنا صافي الامور تطلقات جانا هذا المشكل ديال الغازوال اللي سكتنا الحس كاع صافي. كنا تنحلموا وهزينا قرض اللي خرجته الدوله ديك الاكسجين باش كالينا على داك الكريديات اللي كانوا في ايامات كورونا. تنشطروا خير تنقولوا زعما غادي 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 تحل هذا الباب وغادي يتفك هذا المشكل ديال هذا باش النقال يرجع لبلاصتو كي كان شحال هادي ما كاين والو. تنزيدوا غرق في غرق معنا اللي قدام اللي وانا المهم دابا الحمد لله الموس اش نقول لك الموس وصل العظم والعظام يمكن غادي نبقاو خرجوا عرياني حيت ما بقى لنا والو صافي. عندنا ديون عندنا مشاكل بنوات يتسالوا مول لاسونس يتسال كلشي تيتسال. المواطن اللي غيسافر تا هو مقيوس الله يكون ليه في العون. المواطن تا هو مقيوس فين غادي يسافر هذا المواطن هو مهلوك ديجا. المهم هادشي تنقول انا تنظن يمكن غادي نخرج عريان كما لاحظتوني ما عرفتش يمكن هادشي اللي غادي يكون والله يدير شي تواد الخير وصافي هادشي ما نقولو. لاقاش هاد الحالة هادي اللي كتعيشوها نتوما قلتو مراكش اسفي ما كنظنش جهة مراكش اسفي واش كتلمسوها في جميع الجهات في المغرب او لا يعني نتوما متضررين اكثر؟ لا لا جميع الجهات جميع النقلة وكل النطق اللي كبير شان ولا صغير شان كلشي دابا نقول لك تقريبا 60% متوقفة دابا حاليا متوقفة. والكابيلا كان واقف كل حافلة خص يواقف واقف ما تيتحركش خصو واحد 1000 درهم في النهار بلا سورانس ولا فيزيتو. دابا الخدامه ديالنا متشردين الشيفرات ديالنا متشردين تيعاني كلشي تيعاني والدوله ما عرفتنا بوالو. تنخلصوا الواجبات ديال الدوله تنخلصوا لاكيس لا سوسيال تنخلصوا البنو تنخلصوا الواجبات الضرائب كلشي في داكشي نقول لك على حق وطريقه. وفي الوقت ما لقيناش الدعم للدوله اللي غتخلينا واقفين كي زميلو ربما شي الدعم ما كافيش الدعم ما تمشي في يومين. هاد 7000 درهم اللي تعطينا تمشي يومين راه كاين اللي تزادتو 1500 درهم في النهار كاين اللي تزادتو 3000 درهم في النهار وهي مخرجه للدوله 7000 درهم ديالها جات 7000 درهم. راه كاين دابا اكادير وجده 1,100,000 فرنك اللي تيخلص في النهار عباد الله مليون و200 مليون و150 الف فرنك ديالها جات 7000 درهم 7000 درهم غير في النهار ولا في يومين مشات ما كيعطيوها لكم ما تيعطيوها لك في الشهر ديالها جات 7000 درهم. اولا ما جلسوش مع المهنيين باش يحطوا اقتراحات باش يفكوا هذه الازمه ما يقارنوناش حمام
مول الكاميو ولا مول ولا مسميد. حنا كان قلم مستمرين ما خصوش يقارنونا بهذاك سميد، لاقاش كل واحد وسميدو ديالو. كانوا على الاقل يشوفوا الكولوميتراج ولا يديروا لنا المازوت المهني مثلا. خص المازوت المهني خصو يكون ضروري، ولا هادشي ما شاء الله وصافي. واخا بالنسبه للطاقه الاستيعابيه ديال الحافلات وشي يعني رجعت كيما كانت ولا باقي مدير لكم داك العدد ديال 50%؟ لا ما كاينش 50%، فينا هو لا 50 ولا 20 ولا 10%. والسبب هو المواطن مقيوس في جيبه، الشعب كل مقيوس بهاد الزيادات الصاروخيه، كل شيء مقيوس. يعني الازمه قاس تكون قاس المواطن الصغير ولا الكبير، كل شيء قاسو هذا سميت. ملي الشركه الكبرى ولا الصغرى كل شيء تقاس، اللي كبير شانو صغير شانو كل شيء تقاس. والحكومه ما لقاتش حلول لهاد الناس هادو، خصها تلقى لهم حلول في اقرب وقت. علاقكم شي حل يعني؟ الحل هو التسقيف ديال المازوت ديالنا غازوال مهني كما دارت الدول الاوروبيه. خاص بليون فرنسا عاونت الناس نقلا، ولي السميك ديالهم طالع، كاين السميك ديالهم واصل 1,600,000 مليون 2,000,000. حنا السلم خير فينا السميك ديالنا ديال 250,000 فرانك، كي غادي يديروا توصل ديال المازوت 25,000 فرانك؟ لا يعقل، راه لا يعقل. ما تقارنيش بيني وبين الصبليون لا بيني وبين سميد. وهاد الصبليون واخا هكاك هو لقات الحل للمهنيين ديالهم، حنا الحكومه ما لقاتش لنا الحل. عباد الله ما لقاتناش الحل، ومستمرين حافيله فلوس كثيره. كون عطونا غير فلوسنا نجي نمشيو فحالنا، والله العظيم كون عطونا فلوسنا حتى نمشيو فحالنا. والله الخواسي يخليهم هاد النقل، الله يرحم لهم الوالي، نعطيهم السويرت والله يعاوننا ويعاونهم. لقاش دابا بحال حصلنا دابا حصلنا. بالنسبه للقروض اللي خديتو في الوقيته اللي كان الكونفينمون، ما خدينا لا قروض لا والو، كذب عليك كذاب، ما عطاونا والو، ما كاين لا دعم في كورونا لا والو، كذب عليك كذاب. والبنكة ما عقلاتش علينا، اللي عنده القروض واللي عنده الكريديات ما عقلاتش علينا، البنكة ما عقلاتش علينا. لا لاسونس ما عقلش علينا، كلشي الضرائب الفينيت كلشي حتى حاجه تتخلص بلو، ما عقلو حتى واحد ما عقلش. راه بعنا الاملاك ديالنا، راه عرفتي شحال من حاجه بعنا؟ انا شخصيا راه تبعت شحال من حاجه بعت، بعت الكيبان اللي بعت. وتسلفنا 100 مليون اخرى تسلفنا باش فكينا مشاكل، وزيدوا باقي دابا غارقين. تنقولوا بحال تنحلموا، شي هاد النقل داير بحال تنحلموا، اليوم يجيب الله تيزيد، تيجيب الله تيزيد، بعد غد تيجيب الله تيزيد، تغرقنا وهذا لا وصافي هادشي اللي كاين.